الشعر إذا تبون شوفوا هنا، إذا الشعر تبون سيدة شلون الطريقة تمسكونها، الشعر إذا تبون ويفي ويف شلون تمسكونه، الشعر اللي فيه شوية اللي كذي هذا اللي تصير فوليوم، عرفتوها اللي تسوونه كذي دائما لفوق، هم معلمينكم طريقة اللي شوية ملفوف لتحت بالبوكس، معلمينكم حتى الطريقة في البوكس. راح انزل لكم فيديو شلون تسوون الشعر ويفي، يسوونه فوليوم، لان شفتوا هذيل اللي على الجنب هذيل بعد راح يدخل فيهم الخصله مالت الشعر. شوفوا شنهم مشط، شنهم اسنان المشط، شوفونا ونزل يا بنات البوكس الايكو اللي مساء صورته لكم، الستريتنر الحراري. هذا البوكس معاه مشط ومعاه ماسكاتي العجيبة الرهيبة اللي أعشقها، اللي هي تريتمنت العلاج، مع المشط ومع الماسك. طبعا هذه 5 جلسات يكفون حول شهر ونص، مع الستريتنر الحراري، المشط ومع مشط ايكو المعروف، هذا هو مشطه. انزين هذا كان سعره اتوقع 70 وشي لحظه. انزين شوفوا كم، شوفوا كم، من 70 إلى 39 دينار بعد، يعني عرض ولا اهوه. الحين عاد بجربه في شعر بنتي.